يسعد مساكم يا حلوين، كيفكم؟ شو الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وتشوفوا فيديو اليوم. تعالوا سوا بناخذ هذا الشعر مجانا، وكمان بناخذ هذا التيشيرت مجانا من ماب واحد بمهمات جدا سهله. قبل ان ننتقل للماب نكتب صلاه على الحبيب النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بنفس الوقت يا حلوين دعمونا بلايك وشاركوا القناه اذا كنتم جد القناه، ويلا يا حلوين سوا على هذا هو الماب، ورابط الماب بتلاقوه في صندوق الوصف. جايز بحكي لكم المشكلة اللي حصلت معي، أنا صورت الفيديو الساعة 10 الصبح، أوكي؟ لكن بفوت على الماب وبيخرجني تلقائيا من الماب، ما بعرف المشكلة في الماب أو المشكلة في التاب تبعي، يعني بنص التصوير وخلاص إنه برجع بمسح التصوير لأنه مش أحصل على شيء جايز، ومش أقدر أشرح لكم كيف بتحصلوا على الأشياء المجانية. آخر شيء جايز تعبت كتير ومليت، يعني أنا من الصبح حد المساء إنه أنا بصور وبرجع بمسح التصوير لأنه عم يخرج من الماب تلقائيا، بيخرج من اللعبة كلها، أوكي جايز؟ بعدها تركت التاب ورحت على الجوال. هلا جايز حصوركم للجوال لأنه في الجوال مش فصل معي. جماعة التابات اكتبوا لنا في الكومنتات مين فيكم واجه نفس المشكلة. هلا جايز فتحت معاكم من الجوال، أنا مش كتير بعرف ألعب الجوال. المهم جايز أول ما تفتحوا الماب بتكبسوا هون على هذه فيها إشارة، تبعوا الإشارات جايز خطوة بخطوة. بعدها بتكبسوا هون كمان مشان بتحصلوا على التيشيرت. بعدها بتكبسوا هون اوكي، بعدها بتكبسوا على يس، بعدها جايز بتكبسوا على الاكس هذه اوكي، بعدها جايز بتكبسوا هون على هذه اللي فيها اشاره، بعدها جايز بتختار اول وحده هذه، بعدها بتكبسوا على يس، بعدها شوي تنتظروا. هون جايز مطلوب منكم انكم بتغيروا اللوك تبعكم او الملابس الشخصية تبعكم، اوكي؟ بتاخذوا هذا الشورت يعني بتغير اللون تبعه، اوكي؟ وكمان بتاخذوا هيدا التيشيرت، يعني بس هيك حبايب. مجرد ما بتلبسوا الشخصية تبعكم بدكم تبقوا في هيدي الملابس بدكم تغيروها، اوكي جايز؟ بعدها جايز بتكبسوا هون على هيدي اللي تحت، اوكي؟ مجرد ما بتكبسوا على هذه اللي تحت خلاص يعني بيشلحكم الملابس اللي بختاريتوها. بعدها بتكبسوا هون اوكي جايز، بعدها بتكبسوا هون. وبهيك يا حلوين نحن حصلنا على التيشيرت المجاني بهيدي الخطوات السهلة. هلا جايز بننتقل معاكم للخطوات كيف نحصل على الشعر مجانا. طبعا حبايبي بالنسبة للشعر المجاني هو فقط بتعملوا فولو او متابعة لستة اشخاص او سبعة اشخاص، انا عملت الى 8 اشخاص اوكي، وعملوا لي فولو كمان 4 اشخاص حصلت على الشعر. فقط بتصفوا جنب اي شخصية اوكي، بتكبسوا عليها وبعدها بتكبسوا هون على هيدي اللي فيها اشارة. هاي جايز بتجوا توقفوا جنب اي شخصية اوكي، مجرد ما بتكبسوا على الشخصية بعدها بتنقلكم الى صفحة الشخصية وبتعملوا فولو. في الانجليش مكتوب فولو، مثل ما بتشوفوا بتكبسوا على فولو. هذه الحالة يا اصدقاء انكم تجزوا المهمة، وكمان اذا هي الشخصية يعني ردت لكم الفولو خلاص انه بتنجز مهمة كمان انت وياها اوكي. في كتير عرب بدكم تكتبوا في الانجليش في العربي بليز اعمل لك فولو، بليز اعمل لك فولو واعمل لك فولو. هيك يا حبايبي خلال دقيقة بتحصلوا على الشعر المجاني. بتصفوا جنب اي شخصية مثل ما بتشوفوا في كتير عرب في كتير اجانب، يعني الكل بيكتب فولو يعني متابعة متابعة اوكي. هيك يا اصدقاء انا عملت فولو لكل الشخصيات الموجودة هون اوكي، وحصلت على 4 فولو، وانا عملت 8 فولو وجاني الشعر المجاني. وبهيك يا حلوين انا جمعت الفولو اوكي. مثل ما بتشوفوا في كتير عرب جايز، ولسوء حظ ما في ولا احد بيعرف نوبك جيمنج، بدي حدا بيعرف نوبك جيمنج مشان بيعمل لي فولو بساعد الكل وبيساعدني، يعني لو كان في متابعين جايز اقل شيء انه باقل من دقيقه انا خلاص اخذت الشعر المجاني، لكن لسوء الحظ ما في ولا متابع من نوبك جيمنج اوكي. جايز بهيك حاله نحن حصلنا على الشعر المجاني، مثل ما بتشوفوا حصلت على الشعر المجاني. طبعا اللي عملوا لي فولو هم 8 اشخاص، عفوا اللي عملت لهم فولو انا 8 اشخاص، واللي هم عملوا لي فولو بيكونوا 4 اشخاص. وكمان جايز في لاغ كتير في الجوال بصراحة عقدني، مثل ما بتشوفوا حبايبي انا عملت 8 اشخاص و4 اشخاص هم عملوا لي فولو، او العكس ما بعرف حبايبي، بس انا اعتقد انه انا عملت 8 اشخاص. المهم جايز بخرج من الماب بنشوف السكنات، هو الله بيعينه اللي بيلعب في الجوال عن جد يعقد في لاب كتير وما بعرف شو، يعني بضغط على الاكس بيخرج من اللعبة. المهم جايز هاد
والشعر المجاني اللي أخذناه مثل ما بتشوفوا على الجدوى. واو واو كتير حلو. أوكي هلا الكل بيروح على الماب وبيسترد الشعر. في معك تذاكر، في معك اختبارات، روح يا صديقي استرد الشعر وبعدها سكر اللعبة. أوكي بجوز تجي بعد أسبوع أو أسبوعين تقول يعني هو أنا مش حصلت على الشعر، بيكون يا صديقي انتهت صلاحيتي. أوكي هلا قاعد بننتقل للتيشيرت. واو 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 عن جد التيشيرت واو حبايبي. فعلا لو كان في روبوكس أقل شي بيكون بخمسين روبوكس. يا يعني بجمعك مش بخمسين. أوكي يا أصدقاء بتلاتين روبوكس. التيشيرتات هيك كتير غالية. وبس يا حلوين اللي هنا وصلنا في الفيديو، أتمنى استفدت المقطع، كانت معكم نوبة، دمتم في أمان الله ومع السلامة.